خلطة تقوية الحيوانات المنوية، زيادة الخصوبة للرجل والمرأة على حد سواء، وكذلك علاج ضعف الانتصاب والقذف السريع للرجل. من أفضل الوصفات اللي كتعمل على تنشيط الهرمونات بشكل طبيعي، وبالتالي كتزيد فرص حدوث الحمل. كتنظف الرحم، كتكافح أعراض سين اليأس وجفاف المهبل. المكون الأول الزنجبيل أو سكينجبير. كشفت دراسات علمية أن الزنجبيل كيقوي من هرمون التستوستيرون، كيحسن تدفق الدورة الدموية للجهاز البولي أو الخصيتين. المكون الثاني هو حبوب اللقاح. حبوب اللقاح كما هو معروف كتعالج مشكل العقم والضعف الجنسي وضعف الخصوبة. المكون الثالث هو حب الرشاد أو الثفا. من فوائد حب الرشاد أنه كيساعد في تنشيط الدورة الدموية، مما يجعل الدم يتدفق في جميع مناطق الجسم أو جميع أعضاء الجسم. المكون الرابع هو الجينسينج. كتعتبر نبات الجينسينج من الأعشاب الطبية المعروفة واللي عندها فوائد وخصائص مهمة وكثيرة لعلاج مشاكل الجنسية. أول خطوة غنديرو ناخدو 10 غرامات من الزنجبيل، نضيفو ليها 10 غرامات من حب الرشاد، من بعد 40 غرام من حبوب اللقاح مطحونين، نزيدو عليهم 10 غرامات ديال الجينسينغ، نخلطو المكونات 250 غرام ديال العسل الحر، نحتفظوا بالخليط ديالنا في قرعه الدجاج، نبقاو ناخذوا ملعقه صغيره بعد وجبه الفطور لمده لا تقل على 3 أشهر. من أفضل الوصفات، كل شيء درجيم اكسبلور، أحبكم.